أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم، حيث تتأثر العديد من المناطق بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتركز في المنطقة الشمالية الشرقية، أجزاء من المنطقة الوسطى وامتدادا نحو المنطقة الغربية والجنوبية الغربية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية نهار اليوم للعاصمة الرياض، حيث يسود طقس غائم جزئي 25 درجة مئوية، كحرارة عظمى الملموسة 25، الرطوبة 66%، والرياح تكون معتدلة السرعة. ننتقل الآن لاستعراض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ شمالا سكاكا 21-12، عرعر 19-11، وتبوك 20-7 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية نبدأ بالمدينة المنورة، تفرق لبعض الغيوم 27-16، جدة 30-21، مكة المكرمة زخات العديد من الأمطار 29-21، والطائف أيضا زخات العديد من الأمطار 24-15. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أيضا أجواء غير مستقرة، الباحة 21-15، أبها 21-13، وجازان زخات العديد من الأمطار 31-27. المنطقة الشرقية الدمام 27-20، حفر الباطن زخات العديد من الأمطار 22-17، والإحساء 28-18. نختم نشرتنا بالمنطقة الوسطى، حائل 23-13، بريدة 27-17، والرياض طقس غائم جزئي 25-18 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.